على صعيد الفنانات، على صعيد الممثلات، نادين نسيب نجام كيف تشوفيها اليوم؟ واحدة من أهم الممثلات، بس كتبت ما عجبتني بالهيبة، يعني عملت إخفاق طويل عريض بسبب النص المترهل والمخرج يلي أساء لها كثير، وبرافو إنه هربت من الهيبة وراحت على عمل جديد. يعني مش مسموح نادين تغلبت لأنه ما في كثير على الساحة، يعني في هي، في ماجي أبو غصن، نادين الراسي، في ولا حمادي. نادين نجام ما بتحس في محل معين أنت بحكم معرفتك فيها أو بحكم متابعتك بعدها بتحس إجرية على الأرض ولا في بعدهم إجرية على الأرض؟ تأكد أكيد. ونصيحة بتقول تضلهم إجرية على الأرض؟ رح تضلها، بعتقد بتضلها إن شاء الله.